حجاج بيت الله الحرام ينهون أعمال عرفة وينفرون إلى مزدلفة. الحركة الطلابية تصدر بيانات تشيد بخطوات سمو الأمير وتستنكر الأحداث الأخيرة. الإمام الخامنئي يدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية ويتهم أمريكا وإسرائيل بذر الفتنة بين المسلمين. قيادة الجيش السوري تعلن وقف إطلاق النار وتحتفظ بحقها في الرد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الكوت الفضائية. أتم حجاج بيت الله الحرام مع غروب شمس اليوم وقفة عرفات الركن الأعظم في الحج، وبدأوا من فورهم بالنفور إلى مزدلفة للمبيت فيها حتى إشراقة شمس عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ أعمال يوم العيد السعيد عاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات. بعد يوم عبادي عظيم قضاه حجاج بيت الله الحرام بالرجاء والتوسل والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، أتم الحجيج وقوفهم في عرفات مع غروب شمس اليوم لينفروا إلى مزدلفة، حيث يبيتون الليلة حتى مطلع شمس يوم العيد، متمنين بذلك شعيرة الوقوف في مزدلفة بين الطلوعين. ومع طلوع شمس يوم الغد يوم عيد الأضحى المبارك، يباشر الحجاج أعمال هذا اليوم بالإفاضة من مزدلفة إلى منى ليرموا جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم النحر أو ذبح الهدي، وبعدها الحلق أو التقصير، ليتحللوا من الأحرام كله عدا النساء والطيب والصيد. وبهذا الحدث الجلل وجريا على العادة السنوية، تم استبدال كسوة الكعبة المشرفة بكسوة جديدة، حيث كسيت بثوب جديد صنع من الحرير الخالص في مصنع كسوة الكعبة المشرفة. وعلى الصعيد الأمني، ذكر مدير الإدارة العامة للمرور عبد الرحمن بن عبد الله أن المشروعات التطويرية التي تمت في المشاعر ساهمت في تخفيف حركة الحجاج المشاة على بعض الطرقات، لافتا إلى الدور الذي لعبه قطار المشاعر في التخفيف من زحام الحافلات في الطرق، وكذلك تلوث البيئة وانسياب الحركة المرورية. يأتي ذلك في وقت شددت فيه السلطات السعودية على أن الحج مناسبة دينية خالصة وأنها مستعدة للتعامل مع أي إثارة للاضطرابات. وأعرب وزير الداخلية السعودي عن عدم اعتقاده بوجود مردود لما يقع في أماكن أخرى من الوطن العربي على أمن الحج. تبادل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه وإخوانه ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما تبادل سموه أيضا برقيات تهان مع إخوانه كل من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، داعيا سموه للكويت وشعبها بالمجد وللأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة. لم يخرج الحراك الطلابي عن دوره الفاعل في المجتمع، حيث تفاعل مع الأحداث الأخيرة في الساحة وما أعقبه من كلمات سامية لسمو الأمير، فأصدر عدد من القوائم والمجاميع لطلبة الكويت في الداخل والخارج بيانات تشيد بخطوات سمو الأمير وتستنكر الأحداث الأخيرة. تزامنا مع ما شهدته البلاد خلال الأيام الماضية من حراكات سياسية، وبالتزامن أيضا مع لقاءات سمو أمير البلاد مع وجهاء القبائل والعوائل وأصحاب الديوانيات، والتي أكد خلالها سموه تطبيق القانون على الجميع، وفي ظل التأييد الكامل لخطوات سمو الأمير الأخيرة التي وصفها معظم رجال السياسة بالخطوات الإيجابية، شاركت عدد من القوائم الطلابية بإصدار بيانات تشيد بالخطوات الأميرية الأخيرة. فأصدرت القائمة الإسلامية بجامعة الكويت بيانا أكدت فيه أن المرحلة الحالية هي مرحلة خطيرة وتمثل منعطفا تاريخيا يلازمه لون ثابت من التأزيم، حتى بات الاستقرار السياسي أمنية حسب وصف البيان.
في ظل توقف لعجلة التنمية، وانتقد البيان الأغلبية المبطلة ووصفها بأنها تتخذ الإصلاح ومحاربة الفساد شعارا تتكسب به، وهي تمارس الفساد بشتى أنواعه وترفع شعار إلا الدستور وتنتهك الدستور غير عابئة إلا بمصالحها الذاتية والفئوية. يقابلها حكومة ضعيفة لم تواجه الفساد الذي ينخر في المؤسسات وخضعت في كثير من الأحيان للابتزاز ولم تصمد أمام كثير من الضغوطات عليها. كما أن البيان أكد أيضا على أن الدستور الكويتي وفي ظل غياب المجلس أعطى الحق الأصيل لسمو الأمير بإصدار مراسيم الضرورة وفقا لرؤيته. ومن جانب آخر، أصدرت مجموعة من الطلبة والطالبات الدارسين في الولايات المتحدة بيانا آخر اعتبرت أن ما يعانيه البلد اليوم هو فقدان المفاهيم الأساسية للديمقراطية السليمة والتي ضمنت التعايش السلمي بين مكونات المجتمع. وأكد الطلبة على أن حق التعبير عن الرأي كفله الدستور ضمن الأطر التي رسمها القانون، مستنكرة ما أسموه الأساليب الخاطئة للمتظاهرين وللمساس بهيبة الدستور والقانون. وطالب البيان من يريد التظاهر بضرورة عكس الصورة الحضارية للمجتمع الكويتي المحافظ على هيبة الدولة وهيبة مسند الإمارة. أقامت الأغلبية المبطلة ونهج وعدد من القوى السياسية إفطارهم الجماعي اليوم بساحة الإرادة، وهي الدعوة التي تأتي ضمن تحركاتهم السياسية. الإفطار والذي شهد غياب عدد من النواب السابقين كمسلم البراك وجمعان الحربش وفيصل المسلم، طالب فيه نواب سابقين على ضرورة سماح وتكريس الحكومة لحرية التعبير. اتفقنا مع الأخوة الشباب ودعونا إلى هالمكان، تشرفنا بالحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأن يحفظ الأسرة الحاكمة لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ الكويت ومؤسساتها وأموالها بعيدا عن العابثين، بعيدا عن أصحاب المصالح، بعيدا عن من يعمل لمصلحته الخاصة. فالكويت هي بلد الجميع، والكويت هي درة، كانت درة الخليج، ونأمل بإذن الله تعالى أن نسعى جميعا لأن تعود مرة أخرى درة الخليج. أعتقد بأن الكل شاهد مسيرات الأسبوع قبل 5 أيام تقريبا اللي عبر فيها أبناء الشعب الكويتي عن رأيهم، وهذه تعتبر ضمن حريات التعبير وحريات الرأي. مشكلة تتكرر كل سنة في سوق الأغنام، حيث ترتفع أسعارها بجميع أنواعها، الأمر الذي يجعل المستهلك في حيرة من أمره أمام الأسعار الخيالية التي وصلت إليها هذه الأغنام، والذي يعده بعض المستهلكين بأنه استغلال الظروف، معتبرين أن الجهات الرقابية لا تفعل دورها في كبح ارتفاع الأسعار. شهدت أسواق الأغنام في مناطق البلاد ارتفاعاً متصاعداً في أسعار الأغنام بغرابة 50%، كما ارتفعت أسعار الأغنام المستوردة بنسب أقل من ارتفاع أسعار الأغنام المحلية، حيث وصلت إلى ما نسبته 20%. فرغم استيراد شركة المواشي 68 ألف رأس من الأغنام الأسترالية الحية، وذلك لتغطية احتياجات السوق من اللحوم خلال موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، إلا أن الأسعار ارتفعت ولم تنخفض. وقد وصلت أسعار الغنم قبل يوم العيد إلى أسعار مبالغ فيها في ظل غياب الرقابة التجارية على الأسعار، فالنعيم الكويتي تجاوز سعره 120 دينار، أما النعيم السوري وصل إلى 100 دينار، أما الخروف الإيراني بلغ سعره 85 دينار، والشفالي وصل إلى 80 دينار. تجار الغنم برروا ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير في هذا الموسم، الأمر الذي يجبرهم على رفع الأسعار للتعويض. أما المواطنين اتهموا التجار بأنهم يستغلون المواسم ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، والجهات الرقابية لا تقوم بدورها لحماية المستهلك. في ظل هذه الأسعار المرتفعة، ينتظر بعض المواطنين لما بعد اليوم الأول للعيد على أمل أن تعتدل أسعار الغنم. خطة مرورية لعطلة عيد الأضحى المبارك وحريق في مطار الكويت الدولي. أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء الدكتور مصطفى الزعابي الاهتمام الخاص والمتميز الذي يليه قطاع المرور للخطة المرورية المواكبة لعطلة عيد الأضحى المبارك.
قال مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي عصام الزامل إنه تمت السيطرة على حريق اندلع الليلة في إحدى المركبات الأرضية العاملة في ساحة مطار الكويت الدولي التي كانت بعيدة عن موقف الطائرات دون أي إصابات بشرية. أوصت دولة الكويت دولة بنين أمام مجلس حقوق الإنسان بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدتها الأمم المتحدة، إضافة إلى استمرار برنامج القروض الصغيرة لمساعدة المواطنين الأشد فقراً. النشرة مستمرة وتشاهدون فيها بعد هذا الفاصل. القوات المصرية تقتل مشتبهاً. أهلا بكم من جديد. شدد الإمام علي خامنئي على أن موسم الحج فرصة تأمل في قضايا العالم الإسلامي، داعيا إلى وحدة الأمة الإسلامية في وجه المخططات الداخلية والخارجية التي تبث الخلافات بين المسلمين وتؤجج الدعوات المعادية للإسلام. في رسالة جديدة للمسلمين بمناسبة موسم الحج، أكد الإمام علي الخامنئي أن أمريكا والصهيونية يسعيان إلى إيقاع الفتنة بين المذاهب الإسلامية في مؤامرة هدفها ضرب وحدة الأمة. واعتبر الإمام الخامنئي في ندائه إلى حجاج بيت الله الحرام أن أمريكا والصهيونية وبمساعدة عملائهم يخلقون الأزمات لصرف أذهان الشعوب المسلمة عن القضايا المهمة في بلدانهم وعن الأخطار المحدقة بهم. وشدد الإمام الخامنئي على أن شعارات الإسلام التحرورية تضع المطالبة بوحدة الأمة الإسلامية ومسألة الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم ومقارعة الكيان الصهيوني في رأس قائمة مطالب الشعوب الثائرة، مشيرا إلى أن عملاء أمريكا والناتو والصهيونية يسعون إلى دفع حركة الشباب المسلم إلى صراع أعمى بينهم باسم الإسلام وتغيير الجهاد المعادي للاستعمار والصهيونية إلى عمليات إرهابية عمياء في مناطق العالم الإسلامي تشعل الفتنة وتحول دون اتحاد الأمة، وذلك بعد أن يأست قوى الاستكبار العالمي من ضرب الشعارات الإسلامية. وأضاف الإمام الخامنئي بأن الحرب الداخلية في سوريا ومذابح الشباب المسلم بيد بعضهم البعض جريمة بدأت على يد أمريكا والصهيونية وحلفائهما، وشدد على مساندة الشعب السوري ومعارضة أي تحرك وتدخل أجنبي في هذا البلد، مضيفا أن أي إصلاح في سوريا يجب أن يتحقق بيد شعبها ومن خلال توافق وطني. وجدد الإمام الخامنئي تأكيده على أن إصلاح الأمة الإسلامية لابد أن يتم بمعرفة العدو ومخططاته والجهاد لإبطال مفعول مكائده وأعماله العدوانية بتلاحم كل الشعوب الإسلامية. واعتبر أن ذلك من أهم المسائل التي تشغل العالم الإسلامي وتحدد مصير الأمة بعد الإطاحة بعدد من الأنظمة الفاسدة والمتواطئة مع الاستعمار والصهيونية في ظل تصاعد مساعي قوى الاستكبار لحرف مسارات هذه الحركات الإسلامية عن طريقها الصحيح. رغم تمكن القوات الحكومية اليمنية من السيطرة على محافظة أبين الجنوبية وافتكاكها من مسلحي تنظيم القاعدة، تتواصل حرب الاغتيالات التي تشنها القاعدة على قيادات وعناصر قوات مكافحة الإرهاب اليمنية المدعومة أمريكيا في المناطق الجنوبية وفي العاصمة. في أحدث هجوم ضمن سلسلة اغتيالات تستهدف مسؤولين أمنيين وعسكريين وسياسيين يمنيين، قال مصدر أمني أن مسلحين ملثمين قتل بالرصاص مسؤولا بمكافحة الإرهاب جنوبي صنعاء في الوقت الذي تخوض فيه الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة مع مسلحي تنظيم القاعدة. وذكر المصدر أن مسلحين يستقلان دراجة نارية قتل علي اليمني في محافظة ذمار حيث كان يقود عمليات مكافحة الإرهاب، مضيفا أن المسلحين اللذين لاذ بالفرار يشتبه في صلتهما بالقاعدة. من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن محاولة اغتيال فاشلة تم تنفيذها ضد رئيس بلدية صنعاء عبد القادر علي هلال في وقت سابق اليوم. وقالت الوكالة نقلا عن مصدر أمني أن هلال كان يتفقد الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى عندما حاول رجل يستقل دراجة نارية إطلاق رصاص عليه،
وقالت الوكالة أنه ألقي القبض على المسلح وسائق الدراجة النارية وأن هلال نجا ولم يلحق به أذى. وشهدت المناطق اليمنية في الفترة الأخيرة عددا من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال ضد مسؤولي الأمن والسياسيين بعد طرد مسلحي القاعدة وأنصار الشريعة من مناطق بمحافظة أبين الجنوبية. ويتعاون الرئيس عبد رب منصور هادي الذي تولى السلطة خلفا للرئيس السابق علي عبد الله صالح مع واشنطن في جهود شملت تصعيد الضربات الجوية باستخدام طائرات أمريكية دون طيار. وتمثل عملية استعادة الاستقرار في اليمن أولوية دولية وإقليمية بسبب مخاوف من أن تستغل الجماعات المسلحة اليمن كمنطلق لاستهداف الممرات البحرية الرئيسية في المنطقة. قتلت قوات الأمن في مصر ليبيا يشتبه في ضلوعه في الهجوم الذي وقع على القنصلية الأمريكية في بنغازي الليبية في 11 من سبتمبر الماضي، والذي راح ضحيته 4 أمريكيين بينهم السفير الأمريكي في ليبيا. أعلن مسؤول أمني أن قوات الأمن المصرية قتلت ليبيا متشددا تشتبه مصر بضلوعه في هجوم على القنصلية الأمريكية بمدينة بنغازي الليبية، وذلك في عملية أمنية بالقاهرة. وأضاف المسؤول أن الليبي قتل في عملية استهدفته هو ومسلحين آخرين يشتبه بوجود صلات تربطهم بتنظيم القاعدة، وذكر أن العملية جرت في حي مدينة نصر بشرق القاهرة وأسفرت عن اعتقال 4 مسلحين مصريين. وأشار المسؤول الأمني إلى أن الليبي وورد أن اسمه كريم أحمد عصام العزيزي قتل في انفجار قنبلة حاول تفجيرها في قوات الأمن أثناء العملية، ولم يتضح الدور الذي لعبه العزيزي في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي يوم 11 من سبتمبر الماضي، والذي قتل فيه السفير الأمريكي في ليبيا و3 أمريكيين. وأضاف المسؤول الأمني أن العزيزي كان يعيش في شقة مستأجرة في مدينة نصر طوال الشهور الثلاثة المنصرمة، وأن الشرطة عثرت على 5 قنابل وأسلحة مختلفة من بينها بنادق في شقة الليبي. وكان أهالي الحي العاشر بمدينة نصر قد فوجئوا بسماع صوت انفجار مروع هز أرجاء المنطقة، وسرعان ما انتشرت النيران والدخان ليغطي المنطقة بأكملها. حصل كان بداية الساعة 1 تقريبا أو 1:30 كده، كان في ضرب النار بس خفيف زي طلقات اللي بتحصل في الفرح أو ضرب الكلاب اللي بيبقى في الشارع، يعني ضرب خفيف على كل فين وفين يعني. أو على الساعة 4 بقى ونص كده 5 بدأ الضرب الحقيقي يشتغل بقى، ولا كأننا في حرب يعني. في من كل حتة بقى بدأت الدخانة تطلع، بدأ زي ما يكون كنابل مثيرة للدموع. الشقة اتدمرت، والشقة اللي فيها المكان دوت قالوا لنا بعد كده إن كان في واحد معاه أسلحة وذخيرة وحاجات كده جوه. إحنا شفنا بعينينا الشرطة مطلعة بنادق وصواريخ اللي هي الكبيرة قوي دي، كمية أسلحة شفناها ما شفناهاش قبل كده في أفلام أجنبي أصلا. وامتدت ألسنة النيران لجميع أدوار العقار، ونجح رجال الدفاع المدني بمعاونة الأهالي في محاصرة النيران والحيلولة دون امتدادها لباقي العمارات المجاورة. ويأتيكم بعد هذا الفاصل. العفو الدولية تنتقد العنف الأوروبي. أهلا بكم. جاءت أول استجابة لاقتراح الهدنة خلال أيام عيد الأضحى المبارك الذي تقدم به المبعوث الأممي العربي المشترك لسوريا الأخضر الإبراهيمي من جانب الحكومة السورية التي أعلنت التزامها بالهدنة بدءا من يوم غد الجمعة. يأتي هذا فيما تباينت مواقف المجموعات المسلحة بين القبول وإعلان عدم الالتزام. في أول استجابة عملية للمبادرة التي طرحها المبعوث الأممي العربي المشترك لسوريا الأخضر الإبراهيمي لوقف إطلاق النار في مناطق النزاع الملتهبة في سوريا طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، أعلنت القيادة العامة للجيش السوري عن وقف العمليات العسكرية خلال أيام عيد الأضحى بدءا من يوم غد الجمعة حتى يوم الاثنين المقبل. وقال الجيش السوري في بيان مغتضب بثه التلفزيون الرسمي أنه وافق على هدنة العيد التي اقترحها الإبراهيمي
التنميم، إلا أن الجيش أكد على حقه في الرد على أي عمليات إرهابية. في المقابل برز إلى الواجهة المواقف المتناقضة للجماعات المسلحة في سوريا، فجماعة أنصار الإسلام وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة والتي تبنت العديد من التفجيرات الدموية في سوريا أعلنت عدم التزامها بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، وأكدت أنها ستواصل المعارك ضد الجيش السوري. ودوليا شككت الولايات المتحدة في إمكانية تطبيق وقف حقيقي لإطلاق النار بسبب ما أسمته سوزان رايس بفقدان الثقة المتبادل بين أطراف الصراع في سوريا. وفور إعلان الحكومة السورية عن التزامها بالهدنة، قالت المفوضية العليا للاجئين إنها على استعداد لإرسال مساعدات إلى آلاف السوريين وقت الهدنة. إلى ذلك جددت موسكو اتهامها للولايات المتحدة بتزويد المعارضة السورية بالسلاح. وقال قائد أركان القوات المسلحة الروسية الجنرال نيكولاي ماكاروف إن بعض المجموعات المسلحة في سوريا تستخدم قاذفات صواريخ أمريكية الصنع من طراز ستينجر في القتال ضد الجيش السوري. طالبت السودان مجلس الأمن الدولي بإدانة الغارة الجوية التي قامت بها طائرات إسرائيلية على أحد مصانع الأسلحة التقليدية جنوبي العاصمة الخرطوم، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد من الأشخاص. بعد يومين من الانفجار الضخم الذي ضرب مصنع اليرموك للذخائر، أحد المنشآت التابعة لهيئة التصنيع الحربي السودانية في منطقة الشجر جنوبي الخرطوم، اتهم وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان إسرائيل بالقيام بقصف المجمع وتدمير ما يقارب 60% من المصنع بشكل كامل. وكل الدلائل السابقة كانت تشير إلى أيدي دولة إسرائيل في هذا العمل، ونحن الآن نعتقد أن هذا الهجوم الغاشم تم من ذات الدولة، والغرض الأساسي منه تعطيل قدراتنا العسكرية. وقال الوزير أن 4 طائرات حربية قصفت المجمع، ما أسفر عن حريق هائل أودى بحياة شخصين وإصابة العشرات، مضيفا أن الطائرات ذهبت من حيث أتت من جهة الشرق. قد أسفر عن استشهاد 2 من المواطنين وكانوا ينامون آمنين في بيوتهم، وهنالك جريح ثالث حالته حرجة يرقد الآن في المستشفى. وأضاف الوزير أن المصنع الذي تم قصفه ينتج أسلحة تقليدية وليست أسلحة محرمة دوليا أو أسلحة للاستخدام في العدوان على الآخرين، وأن منتجاته تقع ضمن الحق الوطني للدول في إنتاج أسلحة تقليدية تدافع بها عن نفسها وسيادتها، واصفا الهجوم بأنه عمل جبان. وأوضح أن الهجوم يجعل من السودان دولة مواجهة مع إسرائيل. إلى ذلك طالب السودان مجلس الأمن الدولي بإدانة الاعتداء الإسرائيلي. وأوضح مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج علي أن الطائرات 4 التي نفذت الغارة كانت مزودة بأنظمة متقدمة للتشويش على الرادارات، وأن مثل هذه التقنيات لا تمتلكها إلا إسرائيل في المنطقة. قامت بالأمس القريب بتوجيه ضربة جوية لإحدى المصانع العسكرية التي تنتج سلاحا تقليديا في بلادي، عندما هاجمت 4 طائرات إسرائيلية فضاءنا وانتهكت حرمة بلادي، وقامت بذلك الهجوم الغادر والقاسم. نحن نرفض هذا العدوان، وأتوقع من مجلسكم الموقر أن يدين هذا العدوان. من جانبه لم ينفي الكيان الصهيوني أو يؤكد قيام طائرات تابعة له بقصف المجمع، واكتفى عاموس جلعاد أحد كبار المسؤولين في وزارة الحرب الإسرائيلية باتهام السودان بأنها دولة إرهابية خطيرة على حد قوله. بعد فترة قصيرة من حصول الاتحاد الأوروبي على جائزة نوبل للسلام، وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة لحكوماته بسبب إفراط الشرطة في استعمال القوة ضد المحتجين المسالمين الذين يرفضون إجراءات التقشف
مطالبة بمعاقبة قوات الأمن المسؤولة على تلك التجاوزات. انتقدت منظمة العفو الدولية الإفراط في استعمال القوة من الشرطة إزاء المتظاهرين المحتجين على إجراءات التقشف في بلدان الاتحاد الأوروبي وعدم معاقبة قوات الأمن المسؤولة عن هذه التجاوزات. وأعلنت المنظمة في بيان لها أن الأشخاص الذين يتظاهرون سلميا ضد إجراءات التقشف المتخذة في البلدان الأوروبية تعرضوا للضرب والركل والغازات المسيلة للدموع، وأصيبوا برصاص المطاطي في ظروف لا يخضع فيها الإفراط في استعمال القوة من الشرطة لأي تحقيق ولا عقاب. وانتقدت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان ليس فقط الإفراط في استعمال القوة ضد المتظاهرين والصحفيين، بل أيضا التوقيفات التعسفية وعرقلة وصول المساعدات الطبية، كما أنها دعت الحكومات إلى التحقيق في تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنع وقوع انتهاكات أخرى. وذكرت منظمة العفو الدولية عدة أمثلة في بوخارست ومدريد وأثينا، حيث فقد الصحفي مانوليس كيبريوس السمع إثر تعرضه لقنبلة صوتية عندما كان يغطي تظاهرة العام الماضي. واعتبر فوتيس فيليبيو منسق الحملة في أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية أن على الحكومات أن تؤكد مجددا وتوضح أنه ليس مرخصا للشرطة اللجوء إلى القوة إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة. وأضاف أن عليها أن تتخذ تدابير صارمة حول استعمال أنظمة مكافحة الشغب التي قد تتسبب في القتل، مثل الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه ورصاص المطاطي. وتابع: يجب على الشرطة التوفيق بين حماية الحق وحرية التعبير والحفاظ على النظام العام. وصلنا معكم لختام النشرة، إليكم الآن التذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. حجاج بيت الله الحرام ينهون أعمال عرفة وينفرون إلى مزدلفة. الحركة الطلابية تصدر بيانات تشيد بخطوات سمو الأمير وتستنكر الأحداث الأخيرة. الإمام الخامنئي يدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية ويتهم أمريكا وإسرائيل بذر الفتنة بين المسلمين. قيادة الجيش السوري تعلن وقف إطلاق النار وتحتفظ بحقها في الرد. وللمزيد من الأخبار تابعوا كوت نيوز على تويتر، وللتواصل يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني وعبر الفيسبوك. وعيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.